مرحبا بكم مستمع إذاعة لوديجي راديو، فقرة نجوم ويك، الفقرة اللي كرفكم من خلالها أنا عائشة بوسكين في إطلالة أسبوعية في آخر أخبار نجوم الساحة الفنية الوطنية والدولية. وبداية مستمعين من الرباط، عاصمة الثقافة الإفريقية والتي تحتفي هذه الأيام على وقع الدورة الأولى من مهرجان راب أفريكا التي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وذلك في إطار برنامج الاحتفالات بالرباط عاصمة الثقافة الإفريقية برعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله من 5 إلى 14 غشت الجاري. وانطلقت السهرة الافتتاحية للمهرجان بحضور الفنان مهدي مزين، واللي قدم مجموعة ديال الأغاني في حال من هكا ويا الغرام وخليتي بقلبي جرح. أنا اليوم جيت سعيد أنني غنكون في الحفل الافتتاح ديال هذا المهرجان، وأول فنان غيغني من بعد تعيين الرباط كيف ما قلت عاصمة للثقافة الإفريقية، فهذا كيشرفني بزاف. أما الفنان حاتم عمور فقد هز الساحة بمجموعة من الأغاني التي أبهجت الجمهور الحاضر في حال إلى راح الغالي وقلبك يمشي لحاله وحسبني طماع، وأغاني أخرى التي استمتع بها الجمهور في أمسية موسيقية صيفية. أنا فرحان بزاف، أنا اليوم تقريبا شي 3 سنين ولا أكثر ما غنيتش في العاصمة، فكنقول شكرا لوزارة الثقافة وشكرا لكاع الناس اللي ساهمين بشكل كبير في هذه التظاهرة الكبيرة. مهرجان راب أفريكا مستمعين لا تزال فعالياته مستمرة على ضفاف الوداية، بحيث اليوم عندكم موعد مع فنان الراب كوزا وفنان الروك الممزوج بأهازيج جناوة مهدي قموم على الساعة 9 مساء والحضور مجاني. مغاربيا تصدر الديو الذي جمع الفنانة زينة الدودية والفنان الجزائري الشاب بلال نتايا ضعيف قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب. كلمات الأغنية وألحانها كانت من طرف الفنانين نفسهما، فيما كان توزيع من توقيع المايسترو الجزائري طارق قديم الملقب طارق أكابيلا، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب حسن القرفطي. وأعادت الأغنية نتايا ضعيف الفنانة زينة لفن الراي بعد غياب طويل ألقى بها في فن الطرب الشعبي والذي لقيت فيه نجاحا كبيرا. ونختم مستمعينا فقرة نجوم ويك لهذا الأسبوع بتراك ستاين ألايف لجمع فنان الراب العالمي دي جي خالد ودريك إضافة للبيبي، وذلك في إطار ألبومه الجديد God Dead والذي من المرتقب أن يتم إصداره كاملا في 26 من هذا الشهر. من الجدير بالذكر أن دي جي خالد قد سبق وتعاون مع الفنان دريك في مجموعة من الأغاني في حال Fed Up, I'm on one to new friends for free, pop star and Greek. وفي هذا السياق مستمعينا ما تنسوش تابعوا The Best Of ديال برنامج Rendezvous des Artistes نهار الجمعة مع 8 على قناتنا في اليوتيوب لو دي جي تيفي، واللي كيتصادف ألمع النجوم والممثلين المغاربة. عندكم موعد مع كل من الفنان سعيد النصري، سعدية أزكون، عبد الحق بالمجاهد وأحمد الناجي. Rendez-vous aussi sur notre site lodg.ma et lodg.tv. Rediffusion sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer et Spotify. لهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة نجوم ويك، نضرب لكم موعد لا سومان بروشين. هادشي كامل على اتيليتاتكم الرقمية لو دي جي راديو.